أربعة شارع شريف. يا سلام يا سلام، رجعنا لكم مره تانية مع ريم الورداني. الحاجات حلوه قوي قوي قوي. انت بتبيعي اونلاين ولا عندك بوتيك ولا عندك؟ ببيع اونلاين وبحط حاجتي في بوتيكس بتبقى للفاشن ديزاينرز. ممكن تقوليهم لو عايزه؟ فينتج بوتيك. اوكي، ده فين؟ في مصر الجديده وفي الزمالك وفي التجمع. طيب نزلنا دلوقتي الانستجرام والفيسبوك الخاصين بريم الورداني، اي حد عايز يسالها عن اي اسئله، منتجاتها بكام، فين يشتري اونلاين؟ ممكن اونلاين على البيج الانستغرام والفيسبوك حياه، البراند اسمها حياه، موجوده على الشاشه. يس. طيب انت بتصدري حاجتك؟ لا. انت بقالك قد ايه شغاله في الموضوع ده؟ اربع سنين بالظبط. اربع. دي ده الكولكشن رقم 8 بقى صح؟ يس. الكولكشن رقم 8. ايه الفرق بين الكولكشن ده واول كولكشن عملتيه؟ ايه الاكسبيرينس او الخبره اللي خدتيها؟ اول كولكشن عملته كان فيري ارتستيك، يعني كان يخض. يعني اللي هو هتتفرج عليه بس ما تلبسوش. كانت اللي هو الاكسايتمنت والحماس بتاع اللي هو يلا انا هبتدي اخيرا. اخيرا هبتدي بعد كل السنين دي بقى كلها، انا حلمي خلاص بيتحقق. انت كنت بتعملي ايه قبلها؟ كنت بشتغل ماركتنج. اوكي، في شركه ولا كان حاجه؟ اوكي. وبعدين بس وبعد كده قررت ان انا امشي بقى ورا حلمي، وابتديت بقى الكولكشن عجبت الناس ان هي تتفرج عليها. بس مش ان انا مش الناس تلبسها، لانه كان هي فعلا كانت كلها كرياتيفيتي. دلوقتي بقيت بحاول يعني اعرف حاجات تجاريه على ده على ده بالظبط، صح؟ ان انا اشوف برضو ان انا اخاطب ذوق معين برضو. عندك حاجه مهمه، ان حاجتك تمشي لبعض الظهر والصبح والفجر، يعني كله. وبعدين هم كلهم حتت حتت حتت. ودي برضو حاجه مهمه، صح؟ صح. انت قصده ده؟ انا قصده ده. ده اسهل في البيع؟ ده اسهل في البيع واصعب في الديزاين بقى. طبعاً. ان انا يعني انا متخيل حاجاتك تبان انها سهله، بس لو قعدتي ركزتي فيها لا، هي فيها قصات، فيها حاجات كتيره. حتى الحاجات اللي فيها شراشيب زي اللي ايرا كانت لابسه الجاكيت، كلها دي واحده واحده معموله بالمقص. بالزبط. مش شراشيب جبتيها وحطيتيها. وده طبعا صعب. عندك ورشه بتاعتك، اتليه، ولا بتصنعي في حتت؟ بصنع في حته، بصنع في مصنع. طب بتضمني ازاي ان هو الموديلات دي مش هديها لحد تاني او مش هيصنعها لنفسه؟ عشان ده لاين بتاعي باسمي. والبراند يعني البراند بتاعتي حاجتي على الـ على الـ على السوشيال ميديا مثلا باسم البراند، هيبقى معروف ان دي حاجتك. لو حد جرب يغش او كده بتحصل، بس وفي الاخر بيبقى يعني الناس بتعرف ان هو ده بتاع حياه. اوكي اوكي. اشمعنى قلتي حياه وانت في قناه الحياه؟ وانا في قناه الحياه. هو حلمي من وانا صغيره كان كده، ان انا يعني انا من وانا قد كده بالعرايس الباربي، لما كنت بحاول اعمل ستايلنج للعروسه كنت ان انا هفتح براند اسمها حياه. اوكي. عجبني كمان ان انت ملونه الشتاء. ايوه طبعا، ملونه الشتاء مع انك لابسه اسود في اسود، بس ملونه الناس التانيه. ايوه. تعالي نشوف اخر جزء ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا مزيكا.
الله الله الله، حاجة جميلة جدا. أنا بشكرك، ميرسي، شرفتيني، نورتيني كل كولكشن، وأنت طيبة ومبدعة وكرييتيف كده. ثانك يو. أشوفك على الصيفي. أيوة إن شاء الله. الله. الصيفي هيبقى إيه بقى؟ إيه ربنا يستر. هتحط فارو. أنا متوقع كده الصيفي بتاعها هتحط لنا فيه فارو. نورتيني. ميرسي الحاجات حلوة قوي بجد. تسلم ذوقك. أشكر ريمي الورداني على وجودها معانا النهاردة وعلى الكولكشن الحلوة اللي شفناها النهاردة المختلفة جدا والجريئة جدا. يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهاردة في 4 شارع شريف. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي.